فالمرء حتى لو طلق امرأته لا يجوز يقول لها طالق، اجمعي عفشك واخرجي من البيت. تأنأ تأنأ وتروى ولا تستعجل، فربما أن بقاءها في البيت يدعوك إلى التفكير أكثر في أمر هذه الأسرة، ويدعوها هي أيضا، ويدحر عنكم الشيطان. لا تخرجوهن من بيوتهن، تبقى معك في البيت وتكون في البيت كحالها المعتاد، سوى أنك لا تنام معها. وهذا بلا شك أنه تأديب للمرء أن لا يستعجل في اتخاذ قراراته.